برشا من موجود في عائلة المهندسين اليوم. جينا لهنا ولاد لمساندة المهندسين في التحركات الأخيرة، واللي احنا نعتبرها تحركات مشروع وحق يعني حقوق المهندسين اللي احنا ندعموه ونقف معهم في مجلس نواب الشعب في كل مكان. ثانيا باش نأكدوا على دور المهندس في تونس، دور كبير يلعبوا على امتداد تاريخ تونس في تنمية تونس في تطور شهادة تونس. ونحب نلفت الانتباه لأنه ثم محاولات تجارية منذ سنوات لتهميش دوره، ومع تهميش دور المهندس والنخب عموما تراجعت البلاد ووصلت للمعارجات الاختلاف المجرفين. حب نأكد أنا باسم حركة الشعب أنه لا منوال تنمى وجديد في تونس دون مشاركة عمادة المهندسين، دون مشاركة المهندس، لأن المهندس هو عمادة التنمية، هو عمادة البناء لتونس الجديدة. تحياتي لكل المهندسين والمهندسات في ربوع تونس، سواء موجودين في المنشآت العمومية أو في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. نحب نحيي دورهم الكبير ونأكد على أن لا تقدم لتونس بدونكم ولا بناء لتونس الجديدة بدون المهندسين، ودعوة للحكومة أن تفتح أعينها وللنخب السياسية وعموما في تونس أن تعطي لهذه الفئة المهمة في تاريخ تونس من نجباء تونس من بناء تونس تعطيهم أهميتهم وقيمتهم، لأن بدون أن نعطي قيمة للمهندس هذه البلاد مش تقدم. تحييكم تحية كبيرة، وحركة الشعب دائما في صفوف المهندسين والمهندسات.